وخلال استضافته في استوديو مركز الأخبار، أوضح الرائد عيسى الصقر رئيس شعبة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في وزارة الداخلية بأن الحملة الوطنية التي تقيمها مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد موجهة لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات أيضا. طبعا يحتفل المجتمع الدولي بأسره باليوم 9 ديسمبر لكل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهي فرصة لنا في مملكة البحرين لتسليط الضوء على الجهود الدولية والمحلية في مكافحة الفساد. طبعا الحملة الوطنية تمتد لمدة شهر كامل، احتفاء بهذا اليوم تتخللها العديد من البرامج. شعارنا لهذا العام هو قل لا للفساد، ولكن ليس موجه لفئة معينة أو الجهات المعنية، ولكن موجه لجميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات.